اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. بص بقى النهارده جبت لكم معايا ايه ده، دي لعبه جامده جدا 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 مش هتصدقوا. انتي ستريس بابيت ستريس ماكس بوكسر. واو دي شكلها لعبه جامده جدا 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 لكل الناس اللي عندها ايه توتر او قلق او غضبانين او متعصبين. ممكن نقدر ان احنا نقعد نضرب البابيت الفظيعه المتعوره دي زي ما احنا عايزين. بص مكتوب عليها بقى ايه ستريس ماكس بوكسر، هو اصلا هنا ده بيلزق كده، ممكن نحطه على الديسك بتاعنا او نحطه في اي حته نحبها وبيلزق على اي حاجه. ممكن نلبس كمان جوانتي او نلعب كده بايدينا ونقعد بقى نضربه بوكسات بوكسات بوكسات. زي ما انتم شايفين كده اسنانه اتكسرت وعينه ورمت وراسه محصول عليها بلاستر. الله فكرته فعلا جامده جدا وبيعمل بقى كمان اصوات. ممكن احنا نشغله اون نحط له بقى بطاريات فكده نقعد نضرب بقى فيه ونعمل ماتش جامد. بص بقى بنضربه بمنتهى السهوله وانا تحس ان هو مستفز. طبعا بنطلع بقى فيه كل فقط الغضب اللي عندنا واحنا بقى متوترين او متعصبين من حاجه، نمسكه بقى ونقعد نضرب فيه نضرب فيه لحد بقى ايه ما يهدى خالص، ونقعد نطلع بقى فيه كل الغل بتاعنا. وفرت كمان نقدر ان احنا نديله بقى ابر هوك وايه ولفت هوك ونقعد نديله بقى ايه ستريت حاجات بوكس ستريت وهوك وايه وراوند، يعني نقدر ان احنا نديله كل كيكس اللي تعجبنا كمان وبوكسات. وبص بيرجع تاني تحس اصلا ان هو مستفز وبيضرب وايه ويقول عادي. والشعر بتاعه كمان الاسود اللي ورا ده كمان غريب جدا. بص بقى لما يتضرب يقعد يطير كده فوق، لا ده شكله فعلا بيضحك قوي. وشايفه كمان ان هي تكون هديه حلوه جدا لو ادينا هديه لحد من صحابنا. اللي ده ايه ده، نقعد بقى نطلع فيه الغل بتاعنا كله بمنتهى السهوله. واو انا بقى مجرب بطاريات زي ما قلت لكم، بعدين بقى نقعد نديله بوكسات براحتنا. واو بص بقى بديله بوكس ازاي طلع فيه غلي دان دان، نضرب بقى فيه بقى. ده فكرته فعلا جامدة. واو هو عمال اضرب فيه وطلع فيه غلي كله وهو عمال بيضحك مستفز. بديله بقى بوكسات من جنب ومن فوق ومن تحت لما بص خليته مشي شوارع خالص. بص بقى نضربه من الشمال واليمين وعمال اضرب بقى فيه براحتي. ممكن بقى نجيب كمان صحابنا ونخليهم يضربوا كمان معانا ونعزم الجيران واصحاب الجيران وكلهم بيجوا نقعد نضرب كلنا مع بعض نعمل عليه حفله لحد ما ايه ما نطلع عينه ويحرم ان هو يكون جالنا البيت من اساسه. بص بقى البوكسات يا عيني اللي بداله. بص بقى يا عيني ده اتدمر نفسيا خالص الراجل ده، معرفش اصلا هيرجع طبيعي ازاي. انا على نفسي اتبسطت جدا 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 باللعبه الفظيعه دي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. بليز بقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم فيها، وما تنسوش ان انتوا تعملوا ايه لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. وحشوني يا اصحابي، باي باي.